وعليه يمكن تخيل ان عدد النيورونال بول في السي ان اس عدد ضخم جدا. ده تخيل كل عضله بكل حركه مجموعه نيورون اللي بيعملوها بول. ده احنا عندنا كميه عضلات رهيبه بالمئات في السكيلتال ماسل بس. المهم ما هو تعريف النيورونال بول؟ مجموعه من نيورونز لهم نفس الوظيفه بعربياتنا. مجموعه من نيورونز لهم نفس الوظيفه. كولكشن اوف نيورونز with same function. النيورونال بول ده اورجنايزد يعني مصمم بحيث يحقق خمس خصائص أساسية. أول اثنين سؤال إم إس كيو رقم 3 4 5 كل واحدة على حدة سؤال نظري. تدي بالاثنين اللي هم إم إس كيو. أول تصميم دايفيرجنس يعني تفريق. يعني إيه تفريق؟ زي ما أنت شايف في الرسم يعني وان نيرون دايفيرجس تو أكتيفيت ميني نيرونز. واحد هاي دايفيرج أهو ويأكتيفيت ميني نيرونز. طيب ايه قيمتها دي دايفرجنس؟ الظاهره دي مسؤوله عن الامبليفيكيشن التقويه. هتقول لك مثال جميل. يعني خليه واحده في المخ بيراميدال تراكت سيل واحده في القشره المخيه بتاعتك تدايفرج. انا راسم هنا ثلاثه. لا هي الدايفرج في السباينال كورد تو اكتيفيت افتح ودنك 1000 انتيرو هورن سيلز. هتقول لي قيمتها ايه دي؟ ياه قيمتها ايه؟ ده انت تبقى وفرت مجهود بمخك رهيب وانت مخك مش ناقص. يعني مخك بعت اشاره عصبيه واحده من البيراميدال سيل والاشاره دي تفرقت ل 1000 انتيرو هورن سيلز، شغلت 1000 انتيرو هورن سيلز. وخد بالك كل انتيرو هورن سيلز بتشغل مئات الماسل فايبرز. من 3 ل 6 قلنا ماسل فايبر لو كانت الحركه لو كنت فاكر في خدناها في الماسل. لو كانت الحركة فاين وممكن ميات لو كانت الحركة جروس. ايه الروعة دي؟ بظاهرة الامبليفيكيشن اللي هي الدايفيرجنس اللي بتعملها ان النيرون بيقدر يدايفيرج تو اكتيفيت ميني، وان ياكتيفيت ميني وده مهم الامبليفيكيشن. طب نيجي الديستريبيوشن اوف سيجنال توزيع الاشارات. دلوقتي حضرتك اتلسعت في رجلك، مطلوب حاجتين. في حاجة شكت رجلك، مطلوب انك تبعد رجلك عن مصدر الأذى. ده يسموه فليكسور ويزدرول، يعني هتعمل فليكشن في رجلك وتويزدرو رجلك تبعدها بعيد. ومطلوب في نفس الوقت تحس الألم عشان تشوف مصدره ايه. اذا كان الدبوس لسه شابت في رجلك تشيله. فالريسبتور بعت امبلس عن طريق نيرون، مطلوب حاجتين انك تسحب رجلك. فالنيرون ده دايفيرج ادى سيجنال تروح للنخاع الشوكي السباينال كورد لعضلات الفليكسورز بتاعت الرجل تشغل الفليكسور ماسل تعمل فليكشن. يبقى ادي اول مسار. طب المسار الثاني دايفيرج طلع امبلس لفوق وصلت للسنسوري كورتكس اديتك احساس الالم. خد بالك من روائع الخلق والخالق. تفتكر انت هتسحب رجلك الاول؟ ده الامبلس راح للسباينال كورد للفليكسورز نيرونز بتاعت الرجل، ولا هتحس الالم في السنسوري كورتكس الاول؟ يعني فكر معايا، تفتكر ايهما هيحدث اولا؟ لا سبحان الله، الاول بسحب رجلي وبعدين بحس الالم. تزامل الشيئان انهم حصلوا قريب جدا من بعض بيخلينا عندنا اعتقاد خاطئ ان احنا سحبنا رجلنا بسبب الالم، مع ان دي حاجه ودي حاجه. الامبلس اللي جايه من البين ريسبتور وراحت النخاع الشوكي تحت قريبه جدا للرجل شغلت فليكسور ماسل سحبت الرجل، ده الاول. وفي امبلس ثاني دايفيرج تفرقت وطلعت لفوق ادتك احساس الالم. وعندي اثبات رائع. تصور الناس اللي على ويل تشير اللي على كرسي اللي هم في حاله شلل، يعني رجله اراديا مشلوله شك رجله. سبحان الله، لانه سباينال ريفلكس مش حاجه اراديه، ده ريفلكس. لما تشك رجله هيروح ساحب رجله برغم ان الامبلس ما وصلش لفوق، لانه طبعا عنده النخاع الشوكي مقطوع عشان كده هو مشلول. يعني ساحب رجله هو مش حاسس الم، ده يبين لك ان دي حاجه ودي حاجه. سحب الرجل ده سباينال ريفلكس حدث في في في, في رجله اللي مشلوله. ليه برغم انها مشلوله اتحركت؟ لانه مش ارادي، ده ريفلكس سباينال ريفلكس.
وما حسش ألم. بقولها بجملة جميلة، وما زالت العين الإلهية تحرس القدم المشلولة والفاقدة الحس. سبحان الله في خلقه. يعني انت لو شكيت رجل الراجل اللي هو قاعد على كرسي بعجل اللي هو رجليه مشلولة اراديا تقول له حركها، ما يحركهاش، ما يقدرش. تقرصه في رجله مش حاسس لمسة ايدك خالص، انما لما تشكه او تديله painful stimulus يروح ساحب رجله. رجله اللي ايه؟ المشلولة، وما حسش البين لان الامبلس ما وصلتش لفوق، لان النخاع الشوكي مقطوع. وما زالت العين اللي هي تحرس القدم المشلولة والفاقدة للحس. ده بسبب distribution of signals، بسبب divergence. السيجنال اللي بتحسسه الألم ملهاش أي علاقة بالسيجنال اللي بتشغل رجل، حصل لها distribution. نيجي للconvergence، تاني خاصية. امسكيو بقى زي الأولين. بالعكس هنا many neurons converge to activate one neuron. يعني هنا many activate one، هناك كان one activates many، هنا many activate one. ايه اهميتها دي؟ فاكر space submission كنا many neurons، فاكر قلنا many stimulated simultaneously، many simultaneously. يبقى لولا ظاهرة convergence دي ما قامت قائمة للspace submission او spatial submission. الspatial submission قائم على انه كل نوبل وحدها ما تقدرش تعمل حاجة، لكن مع بعض لو شغلتهم مع بعض هيعملوا حاجة ويدوك اكشن بوتنشال. يبقى الconvergence ده هو المسؤول عن ظاهرة الاسبيس او spatial submission. وقالها لك بصورة اعمق، ولولا الاسبيس submission ما كانش CNS هيشتغل، ما كناش هنوصل للفارينج ليفل ونقدر نطلع سيجنال. ايه الروعة دي؟ يعني بسبب الconvergence عندنا ظاهرة الاسبيس submission، ان ميني كونفيرج على وان، فلو شغلتهم مع بعض كل واحد لوحده ما يقدرش يشغل، لكن مع بعض يقدروا يشغلوا النيرون دي اللي سميناها space submission، وبالتالي CNS يشتغل. بالعكس بدل distribution of signals يبقى collection of signals اللي هي information. وادي مثال هنا، فاكر أني حتة في CNS كانت بتتحكم في الاندوكراينال جلانس؟ مين الجزء من CNS اللي بتتحكم في الاندوكراينال جلانس؟ أنا سمعك الهايبوثالاموس. طب الهايبوثالاموس دي هي اللي بتتحكم في الانتيرو بيتيوتري، وبالتالي في التلات غدد تحت تأثير الانتيرو بيتيوتري، من ضمنهم مثلا غدة الثيرويد. طب كمية الثيروكسين دي، الثيروكسين ده بيزود الميتابوليزم وبيخلي الواحد مور نيرفس. يبقى اللي بيحدد كمية الثيروكسين عوامل كثيرة، درجة حرارة الجو، درجة الاسترس اللي انت فيها، وعامل اخر. فالهايبوثالاموس عن طريق الكونفيرجنس يجي لها امبلس عن حراره الجو، وامبلس عن درجه الاسترس، وامبلس اخرى، وتجمعهم تعمل كولكشن للسيجنالز دي، الانفورميشن دي، وتخرج بهذا الكمبيوتر الرائع في الهايبوثالاموس في الاخر بنتيجه انه العوامل دي مجتمعه تستلزم ان انا اطلع الكميه دي من الثيروكسين، فتبعت كميه محسوبه من الريليسنج هرمون، يطلع كميه محسوبه من الثايرويد ستيميتنج هرمون من البيتيوتري، يطلع كمية محسوبة من الثيروكسين. بالكولكشن اوف سيجنال لازم يجمع السيجنالز وياخد النتيجة النهائية كنتيجة للاستيمولاي دي مجتمعة، ادي الكمية المطلوبة من الهرمون. كولكشن. يبقى ده الاول خاصيتين بيبقوا يا شباب MSQ. يبقى الدايفيرجنس وان استيمليتس ميني، وده مهم للامبليفيكيشن، الواحد ممكن يشغل 1000، والديستريبيوشن اوف سيجنالز ان البينفول سيجنال يسحب الرجل دي حاجه، ويطلع المخ يديك احساس الالم حاجه ثانيه. كونفيرجنس ان ميني ستيميليت وان، دي اللي مسؤوله عن ظاهره السبيس سبميشن او سباتيال سبميشن والكولكشن اوف انفورميشن. طيب انتقل لاهم سؤال في الثلاثه اللي جايين بيجي نظري، اللي هو excitation field, discharge zone and subliminal fringe. ده لو قلت لي يعني تاني سؤال بعد synaptic plasticity،
في المحاضرة دي يبقى هو ده السؤال ده أهم واحد في تاتا جين. تاتا جين بيجوا كلهم بس ده أهم واحد فيهم. Excitation field, discharge zone and subliminal fringe. هنفهم معنى العنوان. نعرف ترمينولوجي بعمري ما هسيبه لك كده ما انتش فاهم ايه اللي بيتقال. مش هيحصل. هنفهمها حتة حتة. الأول أنا هشرح لمدة 5 دقائق وبعديها هسأل مسألتين. إذا حلتهم يبقى أنت فهمت. ما حلتهمش يبقى أنت لم تستوعب. ولا أزيع سرا. عمري ما احتاجت أعيد الشرح تاني في الحتة دي. يعني أنت مالي الطلب تفهم الأول مرة. Because I have got the best students. الأول تعالى أسمعك شوية حقائق وبعدين أسألك مسألتين. الحقائق ان كل نيرون داخل السي ان اس اهو وليكن نيرون او العلاقه ما بينه وما بين النيرونز الاخرى لطيفه جدا 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 انه بيتلقى من العديد من النيرونز ويغذي هو بدوره العديد من النيرونز. يعني كل نيرون داخل السي ان اس بياخد من مجموعه ويدي مجموعه. مفيش نيرون شغال كده مع نيرون واحد بس غير في حته واحده فاكرها في السبيشال سنس في الفوفيا سنتراليس في الماكيلا اليوتي البقعة الصفراء في الريتنا اللي هي أحسن نقطة بنشوف بيها. نيرون واحد يتعامل مع نيرون واحد عشان يشوف النقطة نقطة عشان يشوف الشيء بوضوح. إيه ده المكان الوحيد في الجسم اللي فيه وان تو وان كونكشن. إن بقية السي إن إس لا يتلقى من مجموعة ويغذي هو بدوره مجموعة. انسى الحتة العنية انه يتلقى المجموعة دي. خلينا نركز ان كل نيرون اللي هو نيرون ايه ده بيغذي مجموعة نيرونز. مجموعة نيرونز. فانا راسم قصادك 5 نيرونز وبقول رسومات حصاد السنين يا شباب. يعني بدون الرسم صعب انك تتابع. ديش واي انا حبيت يعني نثري اليوتيوب بمحاضرات مسموعة ومرئية. ومسموعة بوضوح. صوت واضح عشان تقدر تتابع. فأنا في الرسم اللي قصادك فرضت إن نيرون إيه ده بيغذي 5 نيرونز أهم قصادك 1 2 3 4 5. مجموعة النيرونز اللي بيغذيهم نيرون إيه ده يسموهم excitation field مجال الإثارة. يعني إيه ده لما يشتغل بيثير الخمسة دول. فده يسموه excitation field اللي هو أول حتة في العنوان فوق excitation field. يبقى ما هو excitation field؟ هو مجموعة النيرونز اللي بيديهم one نيرون. طيب نقطة تانية داخل هذه المجموعة بتنقسم النيرونز إلى مجموعتين. المجموعة اللي في النص اللي هم التلاتة اللي في النص دول بياخدوا عدد كافي من النوبس. فرضته بتو نوبس رسمت 2 نوبز عشان عاوز اعقدك. كافي هقصد ان عنده 2 نوبز بحيث هيطلع كميه كافيه من الترانسميتر بحيث الاكسايتيشن هيوصل للثريشولد فاليو ويديستشارج اكشن بوتنشال. فعشان كده سميتهم ديستشارج زون. ده الحته الثانيه في العنوان. يبقى المجموعه كلها اسمها اكسايتيشن فيلد. المجموعه اللي في النص اللي بتاخد عدد اكتر من نوبز فرضته باتنين يطلع كميه كافيه من الكيميكال ترانسميتر الاكسيتيشن يوصل الثريشولد بحيث انه ديسشارج اسمها ديسشارج زون. اما المجموعه اللي في البريفري اهي اللي هو ده واحد ده والواحد ده بياخدوا نوب واحد بس فبيطلع شويه كيميكال ترانسميتر ما توصلنيش الثريشولد تخليني فاسيليتيتد بس اكسايتد بس ما طلعتش اكشن بوتنشال فيسموها فاسيليتيشن زون او سبليمينال فرينج. يبقى ممكن العنوان يبقى فاسيليتيشن زون منطقه التسهيل بس مش الديسشارج او سبليمينال فرينج. انا بس عاوز افهمك سبليمينال فرينج عشان بعض الناس بيحبوا يسالك فيها. سبليمينال من كلمه سب مينيمال لان الاستيمولس بالنسبه للنيرون ده تحت المينيمال فسموها سب ليمينال. وفرنج يعني فرنشة. عارف الستاير في البيت لما في بيبقى ليها فرنشات كده يعني فرنشة اللي هي على الجنب كده تلاقي حاجة طالع منها شوية أهداب فرنشة اهي. يعني الستارة
بتلاقي في فرنشة كده في الجنب بنزيح الستارة ونمسكها بحاجة فرنشة فرنش، أو في الطربوش زمان كان يبقى فيه فرنش. طب أنت لو تخيلتها مجسمة، مجموعة النيرونز اللي في النص دول بيديسشارج، واللي في البريفري دول بالنسبة لهم الاستيمولس مش كافي فدي دونوت ديسشارج، شكلهم زي الفرنش فسموها فرنج، الاستيمولس عندهم سب مينيمال فسموها سبليمينال فرنج. يبقى تاني مجموعة النيرونز اللي بيديها وان نيرون كلهم اسمهم اكسايتيشن فيلد، اللي المجموعة اللي في النص بتاخد سفيشنت نوبس ديسشارج يبقى ديسشارج زون، المجموعة اللي في البريفري فاسيليتيتد بس ما وصلناش الثريشولد فاليو الفايرنج ليفل فيسموها سبليمينال فرنج او فاسيليتيشن زون. تمام، يبقى ده فهمنا العنوان. كل ده انا بشرح فين؟ في العنوان. يبقى المجموعه الخمسه كلهم اكسايتيشن فيلد، اللي في النص بيديسشارج ستار زون، اللي في البريفري بيبقوا فاسيليتيتد بس فاسيليتيشن زون او سبليمينال فرنج. الاستيمولس بالنسبه لهم سب مينيمال وهم في شكل فرنج. طيب لسه فاضل معلومه، هل انا كنيرون، قبل ما اقولها عاوز اقول لك معلومه طريفه، الفسيولوجي كمال الحياه. عارف في وسط المدينه بتبقى الخدمات ممتازه، في اطراف المدينه الخدمات اقل، يعني الفسيولوجي زي الحياه، المجموعه اللي بتديسشارج هم اللي في السنتر في وسط المدينه، المجموعه اللي بتجي لها خدمات اقل فرطها بوان نوب دول في البريفري، يبقى اللي في النص بياخد خدمات كافيه في المدينه تو ديسشارج ديسشارج زون، انما دول فاسيليتيتد بس او سبليمينال فرنج. يجوز ان يشترك افرين بي اللي باللون الاحمر مع افرين اي، ممكن يشتركوا في السبليمينال فرنج اللي هي الفاسيليتيشن زون، وممكن يشتركوا في الديسشارج زون. لو اشتركوا في الفاسيليتيشن زون تبقى دي مصلحه. تقولي ليه؟ بقى نفكر، النيرون ده بياخد بنوب واحده من ايه؟ مش كافيه تشغله، احنا عشان يشتغل قلنا محتاج كام؟ زي اخواته محتاج اتنين، ولو شغلت بيه بياخد منها نوب واحده يبقى برضه مش هيشتغل. بس لو عملت سيمالتينيوس ستيميليشن لاي وبي، لو شغلت اي وبي مع بعض يبقى اصبح بيتلقى كام؟ من كل واحد نوب، اصبح دلوقتي ادام مشغله مع بعض بيتلقى تو نوبز اللي هو العدد الكافي، يبقى هيحصل ظاهره اسمها فاسيليتيشن. يبقى الاشتراك في الفاسيليتيشن زون حاجه رائعه بيؤدي الى فاسيليتيشن، الاشتراك في السبليمينال فرنج او الفاسيليتيشن زون يؤدي الى النيرونز ما كانتش هتشتغل. طيب بينما الاشتراك في الديسشارج زون لا، ده ملوش اي قيمه. ليه؟ ايه بتدي النيرون ده تو نوبز وبتشغلها زي الفل لوحدها، طب وبي بتديها تو نوبز باللون الاحمر وتشغلها زي الفل لوحدها. طب لو عملت سيمالتينيوس ستيميليشن لاي وبي، لو شغلت اي وبي في ان واحد، نيرون واحده بس اللي هتشتغل، يعني عدد نيرونز اللي هيشتغلوا ما زالت جهه دي كانت بتشتغل بايه؟ بتشتغل ببي، لما تشغل اي وبي برضه واحده بس هتشتغل، عدد نيرونز اللي بيشتغلوا ما زادش، هي شغاله بايه لوحدها وشغاله ببي لوحدها، تشغلوا هما اثنين هو برضه نيرون اللي هيشتغل. فيسموه اوكلوجن، يعني قفلوا على بعض. يعني انا بقدر اشغل بس ده لوحدي زي الفل، وانت بتقدر تشغله لوحدك زي الفل، ليه نروح احنا الاثنين؟ ما هو مصنع واحد اللي هيشتغل في النهايه. لكن لما يبقى المصنع ده انا لوحدي مش عارف اشغله وانت لوحدك مش عارف تشغله، احنا الاثنين مع بعض نشغله، يبقى دي مصلحه. فالاشتراك في الديسشارج زون اوكلوجن، الاشتراك في الفاسيليتيشن زون بيؤدي الى فاسيليتيشن. فاضل معلومه اخيره، هل انا نيرون في الديسشارج زون والنيرون الاثنين دول في الفاسيليتيشن زون كتب عليا ان انا طول عمري ابقى في الديتشارج زون عشان انا في النص، ودول طول عمرهم في الفاسيليتيشن زون او السبليمينال فرنج انهم في البريفري؟ قال لك لا، ده يعتمد على قوه الاستيمولس. لو عملت ماكسيمال استيميليشن كل الاكسيتيشن فيلد كله هيبقى ديتشارج زون، يبقى الماكسيمم بيقلبها كلها ديتشارج زون. طب لو عملت سب ماكسيمال استيميليشن بيبتدي الديسشارج زون ينحصر ويظهر الفاسيليتيشن زون على الجوانب، وكل ما الاستيمولس يقل اكتر
الديسشارج زون يصغر اكتر يصغر اكتر ويزيد الفاسيليتيشن زون. يبقى انا في الديسشارج زون او في الفاسيليتيشن زون دي بتعتمد مش بس على عدد نوبس، على قوه الاستيمولس. الاستيمولس القوي يخلي كل الاكسيتيشن في الديسشارج زون، الاستيمولس الضعيف لا، يصغر الديسشارج زون ويزود الفاسيليتيشن زون. نيجي بقى المسألتين هسألكم and I'm sure انكم بإذن الله هتجاوبهم in no time. دي قلت مسألة سؤال نظري مهم وسؤال فينا ظاهرة الفاسيليتيشن. عندي فكر معايا نيرون ايه عنده في الديسشارج زون 4 نيرونز، وانا فرضت الديسشارج زون بالدائرة المتصلة، يعني الدائرة المتصلة باللون الاسود دي بتمثل الديسشارج زون بتاع ايه. عنده 4 في الديسشارج زون وعنده 2 في السبليمينال فرينج اللي هي الدائره المنقطه دي الدوتد. يبقى نيرون او اي اللي هو بيغذي الستة اللي بالاسود 4 في الديسشارج زون و2 في السبليمينال فرينج. فاما شغل ايه لوحده كم واحده هتديسشارج؟ 4. طيب نيرون بي نفس الكلام اللي هو باللون الاحمر عنده في الديسشارج زون اللي هو الدائره المتصله 4 نيرونز، وعنده في السبليمينال فرينج 2 بيشارك ايه مع الاثنين بتوع السبليمينال فرينج او الفاسيليتيشن زون، يعني جوه الديسشارج زون في 4 بيشترك مع ايه في الاثنين اللي هم فاسيليتيشن زون. فلما شغل بي لوحده كام نيرون تشتغل لوحده؟ 4. طب ايه رايك بقى لو شغلت A و B مع بعض، A و B simultaneously، A plus B مع بعض مع بعض، هيحصل ايه؟ لما شغل A و B مع بعض النتيجة هتبقى مش 8، لان الاثنين اللي ما كانوش بيشتغلوا دول هيشتغلوا، فيبقى النتيجة هتبقى 10. ايه هيشغل 4 و B هيشغل 4، والاثنين دول لما اعمل simultaneous stimulation A و B هيشتغلوا، يبقى النتيجة هتبقى 10. يبقى A تساوي 4 B تساوي 4 simultaneous stimulation A و B، رياضة حديثة اهو، يشتغل 10. فسموا هذه الظاهرة فاسيليتيشن. طيب يبقى نكمل بقى، عشان يحصل فاسيليتيشن لازم التو نيرونز يشترك فين؟ في الفاسيليتيشن زون، دي اهم حاجة. عشان يحصل فاسيليتيشن لازم يشترك في الفاسيليتيشن زون اللي بعض الناس الرزلة بتسميها سبليمينال فرينج، بس انا قلت لك كل حاجة. طب عشان يبقى في سبليمينال فرينج في شرطين، لازم التو نيرونز يبقوا قريبين لبعض ولا بعاد عن بعض؟ بصلي اهو، ده الديسشارج زون اهي، وده الفاسيليتيشن زون للنيرون ايه، وده الديسشارج زون وده الفاسيليتيشن زون. يبقى عشان يشتركوا بس في الفاسيليتيشن زون لازم ما يقربوش لبعض قوي، نوت كلوز تو ايتش اذر، لان لو كلوز تو ايتش اذر هيشتركوا في الديسشارج زون، يبقى لازم يبقوا نوت كلوز تو ايتش اذر عشان يشتركوا في الفاسيليتيشن بس، ما يشتركوش في الديسشارج. ولازم الاستيمولس يبقى سب ماكسيمم، لان لو عملت ماكسيمم بقى كله ديسشارج زون. يبقى في عشان يشتركوا في الفاسيليتيشن زون لازم يبقى في فاسيليتيشن زون، ما يبقاش كله ديسشارج زون، يبقى الاستيمولس يبقى مش ماكسيمم، يبقى سب ماكسيمم، وما يقربوش من بعض قوي عشان يشتركوا في دي بس، يبقى نوت كلوز تو ايتش اذر. طيب ناخد مساله، نيرون ايه عنده في الديسشارج زون 4 اللي هو باللون الاسود، ونيرون بي عنده في الديسشارج زون 4 بيشترك مع ايه في 2، يعني ده عنده في الديسشارج زون اللي هو الدائره المتصله 4 وده عنده 4، يبقى لو شغلت ايه لوحده يطلع كام؟ 4. طب وبي لوحده يطلع كام؟ 4. طب لو شغلت ايه وبي مع بعض، خد بالك التو نيرونز دول اوريدي بيشتغلوا بايه لوحده وبي لوحده، لما تشغل ايه وبي مع بعض بالعكس هيقفلوا على بعض، حصل اكلوجن، دول هيشتغلوا مره واحده، يبقى عدد النيرون اللي هيشتغلوا يبقوا 6، يبقى A بلس B هتبقى 6. يعني السيمالتينيوس ستيميليشن ليس ذان ذا سم اوف ذير سيبريت ستيميليشن. يعني لما تشغلوا مع بعض هتديك نتيجه اقل من حاصل الجمع الجبري. حتى انا هنا يا شباب يعني ال 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 يعني عاوزك تفهمها، سيبك من العلامات دي قوي لان يعني كان ممكن اكتبها بطريقه الطف شويه. يعني انا لما شق A لوحده 4 هيشتغلوا. طب بي لوحده 4 هيشتغلوا لانهم في الديسشارج زون. سيمالتينيوس ستيميليشن لو شغلت A وB في ان واحد
ستة هيشتغلوا هتبقى أقل من حاصل الجمع الجبري. يعني حاصل الجمع الجبري إيه زائد بي يعني 8، لكن لما تشغل إيه وبي مع بعض هيبقى 6. طب عشان يحصل أوكلوجن قلنا لازم مشتركين فين؟ في الديسشارج زون. طب وعشان يشترك في الديسشارج زون شايف بقى لازم أوكلوز تو إيتش أذر، مش بعاد زي اللي فوق كلوز. وعشان أضمن إن كله ديسشارج زون يبقى الاستيمولس يبقى ماكسيمم، أهي هوريها لك. عشان تحصل ظاهرة الأوكلوجن لازم يشتركوا في الديسشارج زون، يبقى لازم التو نيرونز أهم يبقوا كلوز تو إيتش أذر، مش بعاد، مش عاوزين يشتركوا في الفاسيليتيشن، يبقوا كلوز تو إيتش أذر. وعشان اضمن ان يشترك في الديسشارج زون عاوز اضمن ان كل النيرون ديسشارج زون، يبقى الاستيمولس تبقى ماكسيمال، الاستيمولس تبقى ماكسيمال. دي خاصيه هقولها تاني برضو في عجاله، انا عارف المحاضره دي تقيله شويه. قلت هعيد النقط المهمه على طول، ان نيرون A بيغذي مجموعه نيرون داخل السي ان اس، مفيش 1 تو 1 غير في الفوفيا سنترالز. الطبيعي ان 1 نيرون يغذي مجموعه نيرونز، مجموعه النيرونز اللي بيعمل ال 1 نيرون بيعمل لها اكسايتيشن يسموها اكسايتيشن فيلد. السولجي كما الحياه، المجموعه اللي في النص بتاخد عدد كافي من النبض بحيث بيطلع كميه كافيه من الكيميكال ترانسميتر بحيث انها بتديسشارج اكشن بوتنشال، فسموها ديسشارج زون. طب المجموعه اللي في البريفري فيسيولوجي كام الحياه اللي في اطراف المدينه بياخد عدد غير كافي من النوب فرطه بواحد حسب ما بنوصلش الثريشولد ده، تبقى فاسيليتيتد بس، فسموها الاسم السهل فاسيليتيشن زون او الاسم الاصعب، لان لو جمعت المجموعه اللي في البريفري كده بال 3 دي كانها مجسمه شكلها زي الفرنشه بتاعت الطربوش او الستاره، فسموها فرنج فرنج. حتى لاحظ الكلمه زي العربي فرنشا، فرنج فرنج فرنش، والاستيمولس بالنسبه لها سب مينيمال، يبقى سب ليمينال. طيب هل انا كتب عليا ان انا طول عمري في الديسشارج زون او طول عمري في سب ليمينال فرنج؟ قال لك لا، يعتمد على حاجه ثانيه غير عدد النوبس. الاستيمولس لو ماكسيمال استيميليشن هيخليه كله ديسشارج زون، لكن لو سب ماكسيمال يبقى الشويه في النص بس ديسشارج ويبتدي يظهر السبليمينال فرنج او الفاسيليتيشن زون. طب اخر حاجه في الشرح قلتها، يجوز ان يشترك افرنت بي مع افرنت اي في احتمالين. لو اشترك في الفاسيليتيشن زون كان ده واخد نوب من هنا ونوب من هنا، الله، يبقى لو عملت لهم سمالتين استيميليشن شغلتهم مع بعض، ايه ما بتشغلوش بتدي له نوب واحده، بي ما بتشغلوش تدي له نوب واحده، لكن لو شغلت اي وبي مع بعض هيشتغل، يبقى عدد النيرونز اللي هتشتغل تبقى اكتر، فيسموا الظاهره دي فاسيليتيشن. يبقى الاشتراك في الفاسيليتيشن زون يؤدي الى فاسيليتيشن، حتى ماشي الاسم، بس هم ساعات بينزلوا ويخلوها السبليمينال فرنج. اما لو اشترك في الديسشارج زون، طب ما دي بتشتغل بايه لوحدها؟ بالديسشارج بايه لوحدها؟ ودي بالديسشارج بايه لوحدها؟ يبقى ما شغل ايه وبي مع بعض؟ 1 نيرون برضه اللي هتتشارج. يبقى ايه كان بيشغلها لوحدها وبي لوحدها، اتنين مع بعض يشغلوا واحده بس، يبقى قفلوا على بعض يبقى اوكلوجن. خلصنا من دي بقى بالظواهر الاتيه. ايه عنده في الديسشارج زون الدائره المتصله 4 وفي السبليمينال فرنج 2؟ يبقى لو شغلت ايه لوحده كام نيرون هتديسشارج؟ تبقى 4. طب بي عنده في الديسشارج زون 4 ويشترك مع ايه في الاثنين سبليمينال فرنج؟ يبقى لو شغلت بيه لوحده اللي في الديسشارج زون اللي في الدائره المتصله 4. لكن لو عملت سيمالتينيس ستيميليشن لاي وبي شغلتهم مع بعض، يبقى ايه هيطلع 4 وبي هيطلع 4، والاثنين دول دلوقتي انت مشغلهم مع بعض هيطلعوا، يبقى الصم هيبقى 10 اكتر من حاصل الجمع الجبري. ايه زي سيمالتينيس ستيميليشن اوف اي وبي لو شغلتهم مع بعض مور ذان ذا صم اوف ذير سيبريت ستيميليشن. السيمالتينيس مع بعض اقل من الصم، الصم يعني المحصله بتاعت السيبريت، ده 4 وده 4، شغلهم 2 لا ما يبقاش 8، يعني في 2 ما كانوش هيشتغلوا. طب عشان تضمن ان يحصل فاسيليتيشن لابد ان يشترك في الفاسيليتيشن زون، يبقى الفاسيليتيشن زون دي في البريفري، يبقى لازم يبعدوا عن بعض، يبقوا نوت كلوز تو ايتش اذر، ولازم الاستيمولس يبقى مش ماكسيمم، لو ماكسيمم هيبقى كله ديسشارج زون مفيش فاسيليتيشن زون، يبقى لازم الاستيمولس يبقى سب ماكسيمم.
العكس في الاوكلوجن. ايه عنده 4 في الديسشارج زون، بي عنده 4 في الدائره المتصله في الديسشارج زون، مشتركين في 2 ديسشارج زون مش فاسيلتيش. يبقى ايه لوحده يشغل 4، بي لوحده يشغل 4، اي ساوي 4 وبي ساوي 4. لما تشغل اي وبي مع بعض عدد النيورونز اللي هيشتغلوا يبقوا 6 مش 8، لانه الاثنين دول بيشتغلوا ايه لوحده ويشتغلوا بي لوحده. تشغل اي وبي هما برضه هيشتغلوا 2، يبقى 6 بس اللي هيشتغلوا. يبقى السيمالتينيوس ستيميليشن، السيمالتينيوس less than their separate stimulation. ايه لوحده 4، بي لوحده 4، ده السيبريت، لكن اي وبي بيدي 6. يبقى السيمالتينيوس less، فيسموا الظاهره دي اوكلوجن. يبقى عشان يحدث اوكلوجن لازم يشترك في الديسشارج زون، وعشان يشترك في الديسشارج زون، الديسشارج زون ده في النص، يبقى لازم يقربوا لبعض، يقربوا لبعض، يبقوا كلوز تو ايتش اذر. وعشان اضمن ان يبقى كله ديسشارج زون عشان يشترك في الديسشارج زون، يبقى الاستيمولس يبقى ماكس. ده سؤال نظري مهم واسالف يا شباب، تبقوا عارفين. واديني عدته لانه عدت ان انا ما عدتش عشان نلحق، انما يعني لصعوبه النال تقيله قوي قوي المحاضره دي، فانا اضطريت اعيد فيها. هاور يلا نقول احنا عندنا في حاجة ناقصة نجيبها سوا. وي هاف احنا العناية، معلش الاوراق قصادي كثيرة. نيجي الانهبيشن سيركت يا شباب، الانهبيشن سيركت دي الخاصية الرابعة، انهبيشن سيركت. يعني ايه انهبيشن سيركت؟ بيقول لك لو عملت ستيميليشن لوان نيرون اللي انا ماشي معاه بالليزر اهو، هيعمل ستيميليشن. اول ظاهره الاول هناخدها اسمها لاترال انهبيشن، اسمها لاترال انهبيشن. بيقول لك لما تعمل ستيميليشن لوان نيرون هيعمل ستيميليشن للنيرون اللي في النص، لكن التو نيرونز اللي في الجنب هيحصل لهم انهبيشن. فعشان كده سموا الظاهره دي لاترال انهبيشن. يبقى تاني، يبقى stimulation of one neuron stimulates central neuron لكن inhibits lateral neurons، فيسموها lateral inhibition. الوهلة الأولى تبدو الظاهرة دي مستحيلة، واحد يقول لي ليه؟ طيب يقول لي أنت قلت النيرون الواحد بيفرز نوعا واحدا من الترانسميتر، فإزاي هو بيستيميليت اللي في النص وفي نفس الوقت بيعمل inhibition للي في البريفري؟ أقول لك صح، هذه الظاهرة لا تقوم دون الاستعانة بإنتر نيرونز اللي هما باللون الأحمر. فحقيقة الأمر إن النيرون ده اللي في بيستيميليت النيرون اللي في النص بيطلع فاسيليتاتوري إكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، وبيدي تو كولاترالز أهي فوق وتحت يطلعوا برضو نفس النوع إكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، هما بدوريهما يستيميليت إنهيبيتوري إنتر نيرونز اللي يطلع انهيبيتوري كيميكال ترانسميترز تنهيبت اللاترال نيورونز. يبقى تاني، يبقى هو بنفسه هيستيميليت ال سنترال نيورونز، بنفسه هيستيميليت ال سنترال نيورونز، يعمل له اكسيتيشن، طلع اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر يعمل له اكسيتيشن، ويدي تو كولاترالز يطلعوا نفس النوع اكسيتاتوري كيميكال ترانسميترز يستيميليت انهيبيتوري انتر نيورون، هم يطلعوا انهيبيتوري كيميكال ترانسميتر ينهيبت اللاترال نيورونز. عايزك تركز في الرسمه دي. يبقى في هذه الظاهره طلع كام كيميكال ترانسميتر؟ شوف الالوان اهو، طلع
واحد اكسيتاتري اللي باللون الاسود، واحد انهبيتوري اللي باللون الاحمر. يبقى ده سؤال مشكل مهم جدا. يبقى في هذه الظاهره بيطلع تو كيميكال ترانسميترز، وان اكسيتاتري and the second is inhibitory. مش الاثنين، مش عشان اسمها lateral inhibition يبقى الاثنين inhibitory، لا، بيطلع واحد excitatory واحد inhibitory في الظاهرة دي. طيب ايه اهميتها دي في sensations؟ for sharpness of sensations. الظاهرة دي مهمة في sharpness of sensations. عامل لك رسمة اهي دلوقتي. الدائرة دي هي الريتنا، اوكي، شبكية وقع عليها الايمج بتاع مصباح اهو، مصباح، صورة مصباح وقع عليها اهو. فطبعا صورة المصباح، كما المصباح مضيء الصورة مضيئة، فالنيرونز اللي وقع عليها صورة المصباح زودت الديسشارج اهي، بلس يعني زودت الديسشارج. عشان افرق صورة المصباح من الباك جراوند، مفروض ان اللي في النص يزود ديسشارج، واللي في البريفري اللاترال نيرونز اللي باللون الاحمر ما تزودش الديسشارج. فتقدر تميز المصباح من اللي حواليه من الباك جراوند. طب ايه رايك، ايه رايك لو ان مش بس النيرونز اللاترال نيرونز ما زودوش الشارج، العكس، يعني النيرونز اللي وقع عليهم صوره المصباح زودوا الديسشارج، فاختلفوا عن النيرونز اللي ما عليهاش صوره المصباح اللي هي بتاعه الباك جراوند. ايه رايك لو اللاترال نيرونز اللي حوالين المصباح لاترال مش بس ما زودوش الديسشارج، قللوا الديسشارج؟ يبقى ايه رايك في الفرق بقى؟ هيبقى الفرق يبدو جليا واضحا، فالشاربنس سنسيشن نشوف اعظم واحسن. فعشان كده هي دي ظاهره اللاترال انهيبيشن، ان النيرون هيستيميليت النيرونز اللي في النص اهو، النيرون هيستيميليت النيرونز اللي في النص اللي وقع عليهم صورة المصباح. طب اللاترال نيرونز اللي ما عليهم صورة المصباح مش بس يقعدوا زي ما هم، هيعمل لهم انهيبيشن. طب ازاي؟ مع ان انت قلت ان هو بيستيميليت، مش ممكن يستيميليت وينهيبيت، هو بنفسه بيستيميليت بس، اللي هو الاسود بيطلع اكسيتاتري كيميكال ترانسميتر يستيميليت النيرونز اللي وقع عليها صورة المصباح، ويبعت كولاترالز تطلع برضه اكسيتاتري كيميكال ترانسميتر يستيميليت انهيبيتوري انتر نيرونز اللي بدوريها تنهيبيت اللاترال نيرونز. فيبقى ظاهرة اللاترال انهيبيشن نعرف عنها ثلاث كلمات في الام اس كيو: لا تقوم لها قائمة دون الاستعانة بانهيبيتوري انتر نيرون، لازم فيها انهيبيتوري انتر نيرون. طب تاني نقطة مهمة جدا والأصعب في الام اس كيو، بيطلع فيها تو كيميكال ترانسميترز، الأسود والأحمر، مش الاثنين انهيبيتوري، مش عشان اسمها لاترال انهيبيشن الاثنين انهيبيتوري، واحد اكسيتاتوري للي في النص، واحد انهيبيتوري لللاترال نيرونز، عشان كده سموها لاترال انهيبيشن. طب اهميتها ايه بقى؟ فور شاربنس اوف سنسيشنز، تجعل احساس اكثر حده. واحسن مثال في العين، صوره المصباح المضيئه وقعت على النيرون اللي في النص زودوا الديسشارج، اللي حواليهم بتوع الباك جراوند ما عادوش زي ما هم، ده قللوا، فبقى الفرق اكثر. نفس الظاهره دي هنشوفها تاني في الانتيرور هورن بتاع السباينال كورد اللي فيه الانتيرور هورن سيلز اللي بتشغل سكيتال ماسل، نفس القصه هي هي، بس هنا بقى مش فور شاربنس اوف سنسيشن، فور شاربنس اوف موتور اكشن. لما واحد بيلعب على البيانو في صباع هينزل على البيانو، المفروض الصوابع اللي جنبه ما تنزلش معاه، يعني الصباع اللي هيضرب بينزل، اللي باقيين يبقوا ريلاكسد اللي حواليه، الصباع اليمين والشمال وهو بيضرب، يبقى المفروض اشغل المصل بتاعت صباع معين اهي واوقف دول اللي بالعكس، اوقفهم. طب تحصل زي نفس الفكره، ان الانتيرو هورن سيلز هيشغل، طلع استالكولين يشغل نيرون دي بتاعت يشغل اللي في النص بالاستالكولين، ويدي كولاترالز برضه هيطلعوا استالكولين يشغلوا خليه انهيبيتوري انتر نيرون، هنا اسمها رينشو سيل، يعني هنا انهيبيتور انتر نيرون اسمها رينشو سيل، تعمل انهيبيشن للنيرونز اللي حواليها، الانتيرو هورن سيلز اللي حواليها، وللاوريجينال نيرون عشان بعد ما يخلص العمل يقف. يعني هنا الصعوبه انها مش بس بتنهيبت اللي حواليها، وبعد ما ده اشتغل بتنهيبت نفس النيرون اللي هو عامل لها استيميليشن، دي اسمها رينشو سيل.
لكن نفس الفكرة ان انا شغل عضلة في النص ويطلع كل لاترال اللي شغال انهيبيتور انتر نيرونز. كل الفكرة اللي سميناهم هنا ايه بقى؟ رينشو سيلز. يعمل ايه الرينشو سيل اليمين والشمال؟ توقف الصوابع اللي حواليها وايفن بعد شوية انهيبت الاوريجينال نيرون، فسموا ده رينشو سيل انهيبيشن، وهو نوع من لاترال انهيبيشن موجود في الموتور بارت اوف ذا سنترال نيرفس سيستم. يبقى نفكر مع بعض يا شباب بهدوء شديد. يبقى هنا ظاهرة دي ظاهرة من ظواهر لاترال انهيبيشن لا تقوم لها قائمة دون الاستعانة بانهيبيتوري انتر نيرون موجود في الانتيرور هورن اوف ذا جراي ماتر اوف ذا سبينال كور. اسمها ايه بقى؟ رينشو. بيطلع فيها كام كيميكال ترانسميتر؟ بيطلع فيها تو كيميكال ترانسميترز، واحد انهيبيتوري اللي بيطلعه الرينشو اللي هو باللون الاحمر ده، واحد اكسايتاتوري اللي هو مين بقى؟ باللون الاسود اللي هو الاستايل كولين. يبقى برضه اثنين، واحد اكسايتاتوري باللون الاسود اللي هو الاستايل كولين، واحد انهيبيتوري اللي بيطلعه الرينشو. قيمه الرينشو زملاء يعني كثيرون ما يعرفوهاش. الرينشو ده اتولد في 1911 وتوفاه الله في سنه 1948 سنه النكبه الفلسطينيه. وفي الاربعينات اكتشف الخليه اللي سموها باسمه رينشو سيل، وكان اول واحد في الدنيا. كنا فاكرين ان زمان الاستايل كوين بيطلع بره السنترال نيرفس سيستم، لكن الكولاترالز اللي في جوه السباينال كورد اللي بتشغل رينشو بتطلع كمان استايل كولين. كانت دي اول مره يكتشفوا الاسيتايل كولين انسايد ذا سنترال نيرفس سيستم. قبل رينشو كنا فاكرين الاستايل كولين بره السنترال نيرفس سيستم في السكريتال ماسل وفي الباراسيمباثاتيك وعند الجانجليا بتاعت السيمباثاتيك، انما اول مره نعرف ان الاستايل كولين ترانسميتر جوه السنترال نيرفس سيستم. هتقولي ليه بتقول لي المعلومه دي والقصه دي؟ لان سؤال ام اس كيو عندنا بينقلوا اسئله الام اس كيو، بيقول لك في ظاهره الرينشو سيل انهيبيشن اللي انت فاهم انها لاترال انهيبيشن فيها كام كيميكال ترانسميترز؟ اثنين. مش الاثنين انهيبيتوري، واحد اكسايتاتوري واحد انهيبيتوري. هنا بقى بيسالك سؤال مخصوص، مين الاكسايتاتوري هنا؟ اشمعنى بسرعه دي؟ اللي هو الاستايل كولين هو الاكسايتاتوري، لان دي كانت اول مره الانسان يكتشف الاستايل كولين انسايد ذا سنترال نيرفس سيستم. اخر حاجه وننهي بيها يا شباب، عشان احنا قلنا مش هنحاول ما نزودش عن 90 مينتس، ظاهره الريسيبروكال انرفيشن، وهي نفس الفكره. التغذيه المتعاكسه، حضرتك لو تشكيت في صباع ايدك تسحب ايدك ازاي؟ تعمل فليكشن ويدرول، يبقى لازم تشغل الفليكسوس، وعشان تسحب ايدك بسرعه لازم الاكستنسورز يحصل لهم ايه؟ يعني تشغل فليكسور تسحب ايدك والاكستنسورز يحصل لهم ريلاكسيشن انهيبيشن. فنفس الفكره في الريسيبروكال انهيبيشن، انت طلعت اكسيتاتوري ترانسميتر يشغل الفليكسورز، ونفس النيرون اللي شغل فليكسورز بيدي كلات يشغل انهيبيتوري انتر نيرونز يوقف اللي حواليها اللي هي في الحاله دي مين؟ الاكستنسورز. يبقى ظاهرة اللاترال انهيبيشن في السنسوري والرينشو سيل انهيبيشن والريسيبروكال انرفيشن في الموتو قائمين على فكرة واحدة، انك بتشغل واحد وتوقف اللي جنبه اللي هو لاترال ليه، عشان كده سموها لاترال انهيبيشن. طب لا يعقل ان نفس الترانسميتر اللي يشغل يوقف، يبقى لازم ترانسميتر يشغل وترانسميتر يوقف، يبقى لازم يبقى فيه كام كيميكال ترانسميترز يا شباب؟ تو كيميكال ترانسميترز. واهم غلطه ان التو كيميكال ترانسميترز دي واحد منهم اكسايتاتوري والتاني انهيبيتوري. طب في سؤال الرينشو هيسالك في الرينشو بس مين الاكسايتاتوري اللي هو الاستايل كولين؟ ايه اهميه انه يسال ان هو الاستايل كولين؟ لان دي كانت قصه اكتشاف الاستايل كولين داخل السنتر نيرفس سيستم، ان هو مش بس بيطلع بره، اول واحد في العالم اكتشف الاستايل كولين موجود جوه في الانتير هورن سيل في الجراي ماتر بتاع السباين كورد هو الرينشو. انما الفكره واحده. يبقى تاني يا شباب، الفكره كالاتي، ان احنا بنشغل نيرون ونوقف اللي حواليه في السنسيشنز. النيرون اللي وقع عليها صورة المصباح بتزود الشارج، فنشوف المصباح مضيء. طب عشان اميزه من الباك جراوند
اللاترال نيرونز ما تقعدش ساكت، ده يحصل لها انهيبيشن. فالفرق بين المصباح المضيء والباك جراوند اللي وقع عليه السيلز الاخرى حصل لها انهيبيشن، يبدو واضح، فالرؤيه تبقى حلوه فور شارتنس اوف سنسيشن. نفس الكلام بلعب على البيانو، هشغل سكيليتال ماسلز، اضرب على صباع من صوابع البيانو، الصباعين التانيين لازم يحصل لهم ريلاكسيشن. طب ازاي؟ اشغل اللي في النص بالاستايلكولين، وبعدين يطلع كولاترال جوه سي ان اس اهي، يطلعوا استايلكولين جوه سي ان اس، ده اكتشاف بتاع رينشو في الانتيرو هورن سيلز بتاعت السبان كورد جوه سي ان اس، يشغل انهبيتور انتر نيرون اسمها ايه هنا؟ نسبه الى مكتشفيها رينشو، اللي هو عاش من 1911 ل 1948. الرينشو سيل دي فيدباك توقف اللي حواليها وايفن توقف الاوريجينال سيل، عشان كده قالوا فيدباك، يعني وقفت اللي حواليها وكمان الاوريجينال سيلز. دي مهمه فور شاربنس اوف موتور اكشنز. طب ريسيبروكال انرفيشن، انك انت مفروض لما تتشك بتعمل فليكشن عند الزرول، يبقى تحرك الفليكسوس، وعشان الحركه تبقى سريعه لازم توقف الاكستنسور. يبقى نفس البين سيجنال اللي شغل الفليكسور لازم يوقف الاكستنسور. ازاي؟ شغل يبقى اكسيتاتوري كيميكال ترانسميتر، يبقى يبعت كولاترا، يطلع برضو اكسيتاتوري، تشغل انهيبيتوري انتر نيرون يوقف الاكستنسور. يبقى مره اخرى لن تقوم قائمه لظاهره اللاترال انهيبيشن او الرينشو سيل انهيبيشن او الريسيبروكال انرفيشن دون الاستعانه بانهيبيتوري انتر نيرون، لان النيرون الاساسي هيشغل. طب مين يوقف اللي حواليه؟ الانهيبيتوري انتر نيرونز. يبقى في هذه الظاهره بيخرج نوعان من الكيميكال ترانسميتر، واحد اكسيتاتري وواحد انهيبيتوري، اوعى تغلط، مش الاثنين انهيبيتوري، واحد اكسيتاتري وواحد انهيبيتوري. السؤال الاصعب في حاله الرينشو، مين الاكسيتاتوري بيصر عليها؟ هو الاسيتايلكولين. ايه اهميه السؤال؟ حتى فهمتك اهميه السؤال، ان كانت هذه هي قصه اكتشاف السي ان اس داخل سنترال نيرو سيستم، لانه كان مكتشف قبل رينشو بره في الاوتونوميك والسوماتيك، اللي اكتشفه هو الراجل اسمه رينشو. يبقى خلصنا اربع خصائص من الخمسه اللي هما الدايفيرجنس والكونفيرجنس، قلناهم، والخاصيه الصعبه اكسايتيشن فيلد ديشارج زون اند سبليمينال فرينش وظاهره الانيميشن. فاضل لنا ظاهره اللي هي الافتر ديشارج، لاني ما بحبش اطول، هنرجئها المحاضره القادمه باذن الله. واشكركم على وقتكم وعلى حسن انصاتكم، وان اديتوني اغلى حاجه عندكم وهي الوقت، واتمنى تبقوا استفدتوا. انا عارف انها حصه ثقيله جدا، لان خدنا موضوعين رهاب اللي هم السينابتيك بلاستيستي بكل ما تعقيداته والاكسيتيشن زون والانهيبيشن. انما اللي جاي هيبقى اعدكم اسهل بكتير جدا. دي المنطقه بسميها الحرجه في السي ان اس، زي عامله زي المحاضره الثانيه كانت في الاندوكراين عن المود اوف اكشن. اما على المواعيد فاعلنها في اوانها، هيبقى في مره في السي ان اس ومره اندوكراين ومره سبيشال سنس باذن الله. وهنبقى حاطين المالتيبل تشويس قبل في الصفحه الاولانيه عشان يبقى محفوظ مع الفيديو، وتبقى تسمع الاجابات تتجمعهم بدون مجهود. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله.